تعود وقائع القضية إلى تاريخ ليلة 16/5/2020 في حدود الساعة الثالثة صباحا، حين تلقت مصالحنا نداء مفاده وقوع شجار عنيف بحي الإخوة عياش سكيدة بين مجموعتين من الشباب، الأمر الذي أثار الرعب بين سكان الحي والمناطق المجاورة. يتم اتخاذ الإجراءات الضرورية والتنقل الفوري لوحداتنا العملياتية لعين المكان، أين تم التدخل بصرامة مع خض الشجار وتشخيص متورطين وتوقيفهم تباعا. العملية مكنت من حجز كمية من الأسلحة البيضاء المستعملة في المشاجرة التي بيّنت التحقيقات أنها تعود لخلافات بين أطراف القضية. يتم إنجاز ملف قضائي حول تكوين جمعية أشرار لغرض بث الرعب في أوساط السكان وخلق جو انعدام الأمن من خلال الاعتداء الجسدي على الأشخاص وتعريض حياتهم للخطر والمس بممتلكاتهم. المشاجرة في الطريق العام وحمل الأسلحة البيضاء والإخلال بالنظام العام والسكينة